وصلنا لما عن طريق الاس ام اس 1927 7، لما تكلمونا على 3835962، مكالمة نص الليل. تكتبونا كلمة مكالمة جنبيها عنوان الموضوع بس فقط، ونرجع لكم تاني. بس تعالوا نرد على المكالمة دي. الو مساء الفل. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله. انا سامعك بقى، اتفضلي. يعني هو الموضوع بداية، وعايزة اختصر عشان غيري طبعا يقدر يتمكن ان يوصل لكم. انما اضطريت لتوقيع على ايصال امانة، نظير ان انا كنت يعني الاسرة بصفة عامة كانت بتمر بظروف صعبة. كانت زميلة و يعني خدت منها مبلغ، يعني الصورة اللي كانت واضحة قدامها ان انا هعمل مشروع او حاجة زي كده، لكن الحقيقه طبعا ان انا كنت واقعه برضو في ديون وبسددها، ولان الناس ما حدش بيسلف حد، فاضطريت ان انا اقول لها ده في مشروع وهنعمله حاجات زي كده وليكي عائد معايا فيه. استلفت مبلغ كبير؟ لا مش كبير والله، ده كان مبلغ تافه، ورجعته لها اضعاف اضعافه في صوره ان دي يعني ايه ارباح بقى كسبنا وبتاع. يعني انت رجعت المبلغ؟ رجعت المبلغ اضعاف الاضعاف، بس للاسف الشديد ان انا عشان انا كدبت كدبه، والكدبه دي جرت عليا كدبه، انا خدعت نفسي وضحكت على نفسي، يعني مش خدعتها هي. اطفي الراديو عشان اعرف اكلمها. يا ريت، بس انا مش مضايقني الراديو، لا انا مش سامع الحقيقه. طيب اتفضل. بس فطبعا انا عشان انا كدبت في البدايه وقلت لها ده في مشروع ما بيننا عشان اقدر استلف، لاني مش حد بيسلف حد الا لما بيكون هيستفيد يعني. تمام. فرجعت لها المبلغ طبعا مش كامل مره واحده ومش دفعه واحده، على فترات، وفي كل فتره ايه خلاص دي حساباتها ان دي بقى ارباح احنا كسبناها مع بعض وكده، وان المشروع في مشروع والمشروع قائم وعملين بنكسب وهي فرحانه وعماله مثلا انا ادفع لها. يعني كانت البدايه كان 5000. طيب المشكله فين دلوقتي؟ انا مش شايف المشكله فين بقى، ان لما جينا لا ده مشكله كبيره جدا. يعني خلاص بقى ايه، جيت بقى وصلت لمرحله اللاعوده، مش قادره اتوقف ان انا ادفع لها وكل ده ارباح بتاخدها، وفي نفس الوقت مش قادره اكشفها واعترف ان دون اساسا ان انا لما خدت منك مبلغ ما كنتش مستلفه عشان كان عندي ديون بسددها. لقيت نفسي مش قادره اسدد لها المبالغ اللي كنت بسددها لها في صوره الارباح دي، ومش قادره اعمل اي حاجه، وقفت بقى خلاص وتعبت. فجيت بقى لما جيت اقول لها ايه يعني عشان استكمل بقى، طالما انا قايله لك ان ده مشروع، قلت لها زي ما كسبنا بقى في الفتره اللي فاتت دي كده المشروع خلاص يعني خسر بقى. فطبعا قالت لي لا ما ينفعنيش الكلام ده، هي بس هي معترفه ان في ارباح لكن خساره لا ماليش فيه بقى. يبقى انت كده ضحكت عليا. وانت مش انت تديها المبلغ كله؟ نعم. مش انت وصلت لها المبلغ كله؟ ده انا وصلت لها اضعافه بس كلها في صوره ارباح، يعني مثلا لو انا خدت 5 متجمدين. انت لسه ما رجعتلهاش الاصل المبلغ ده بالنسبه لها هي مش فاكره. لا. طيب لا لا لا، اتضررت ازاي بقى بسبب الكذبه او بسبب الموضوع اللي انت وصلتي له ده؟ ضرر جاي عليك ازاي؟ ايه اتضريتي في ايه؟ اتضريت طبعا، انا كنت كاتبه لها ايصال امانه في البدايه. فبدات بقى فين الارباح بتاعت الشهر ده؟ اقول لها بصراحه يعني المشروع خسر، تقول لي لا ماليش دعوه، انا ليا ارباح ان انا باخدها كل شهر، وكنت بديها بقى مبلغ كبير في سبيل ان هو ارباح عشان تتغاضى ما تطلبش الخمسه. تمام. هو كانت نقطه غباء بس، لاني كنت خايفه على بيتي يعني قوي. قدمت الوصل في النيابه؟ قدمت بقى الوصل في النيابه، وكنت كل شهر بقى بزود على إيه على قيمه الايصال علشان تسقط. انت يعني اتسجنتي ولا ايه بقى؟ لا انا طليقه ما زلت بره، بس إيه؟ طبعا عليا احكام. اتطلقتي بسبب الموضوع ده؟ اتطلقت وطليقه من حيث الحكم، يعني انا يعني ايه حره يعني. مش طبعا ما تنفذش عليا الحكم، بس طبعا الحكم حكم بقى قضائي يعني بيطاردني. بكم سنة؟ 3 سنين. ب3 سنين سجن. يعني انت دلوقتي لو توقفتي في اي مكان في اي لجنة هتتقبض عليكي هتتسجني. وانا ما اقدرش ادخل بيتي، ما اقدرش اشوف ولادي، ما اقدرش اروح عند اهلي. انا عايشة مع واحدة يعني صديقتي وهي زميلتي، بس للأسف هي هتتجوز دلوقتي فلازم حاسب لها المكان.
عشان هتجوز في مكانها. جوزك طلعك بعد ما طلع عليك الحكم ده؟ اه. انت بتشتغلي ايه دلوقتي؟ ما حاليا انا برضو في مهنة التدريس، بس اللي انقذتني الثورة، لان لما طلع الحكم طلع اثناء يعني قبل الثورة باسبوع، فكنت في الحالة دي انقطعت عن عملي، لاني ممكن التنفيذ ينفذ عليا في عملي. فلما حصلت الثورة بقى رجعت عملي، بس رجعت وانا ايه يعني بجري، يعني مثلا اروح اوقع واطلع اجري، ما اقعدش دقايق في الشغل، لاني ممكن ايه يتبلغ عني ويجي كده. فطبعا ده عامل لي زعفائي ومع زملائي، لا دي ما مش مستقرة، لا دي بتيجي تمضي وتمشي، لا دي ما بتقعدش، دي ما بتشتغلش. فطبعا مش قادر، لو انا استمريت في عملي بقى انت ما لقيتيش وكده خسرتي كل اهلك بولادك، مش عارفة تشوفي اي حد، مش عارفة تتعامل. لا مش عارفة، مش عارفة. واذا شفتي اهلي بس اشوفهم سرقة او اكلمهم بالتليفون، لكن ولادي رافضيني طبعا، لاني باباهم بقى عشان يعني يحسن صورته قدام الناس قال انا معرفش اي حاجة عن مديونياتها، ودي مديونيات استدارت بيها من ورايا، وملهاش الحق انها تشوف ولادها الى اخره. هو مش عايز يساعدك خالص انك انت تسددي المبلغ ده؟ لا 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 خالص. بعدين هو برضو يعني هو تحمل مسؤولية 5 اولاد بيصرف عليهم، فمش انت عندك 5 ولاد؟ اه 5. مش عارفة تشوفيهم خالص؟ عندهم كم سنة كل واحد؟ لا ده في دلوقتي اللي دخلت الجامعة برضو من غير ما جامعة بعيد عني، لاني لما سبتها انا من 3 سنين وانا في يعني مشردة كده من 3 سنين، فكانت لسه كانت في ثانوي. دلوقتي اصغر واحدة دخلت بقت في 3 ابتدائي، وكانت لسه ما دخلتش المدرسة. طب انت شايف الموضوع ده يتحل ازاي؟ والله ان الناس دي بقى يعني تفهم الحقيقة يعني مش عارفة يعني تحكم عقلها وتحكم ضميرها وتحسب الفلوس اللي خدتها مني، وتتأكد كده ان انا لسه ليا عندها فلوس وترجعها لي، وانا هسامحها ومش عايزة ترجعها لي، بس هي يعني خلاص ترحمني ترحمني، لاني انا لو في ايدي حاجة كنت سددتها. وبعدين هم شافوا ان انا كنت محترمة جدا، وهم بيقراسوا وبيلعبوا على الوتر ده ان انا محترمة وستنزفوني بما فيه الكفاية نظير احترامي. انت فعلا رجعتي لأكتر من 5000 جنيه؟ يا كتير كتير كتير. طبعا كانوا كاتبين ايصال امانة على بياض، الايصال مالوه ب100,000. ال100,000 ماله وصل الامانة ب100,000؟ اه كان الايصال على بياض، انا مضيت على بياض. فهما دلوقتي يعني خلاص هي احترامها دي او رجعها للشغل ما يسواش 100,000، يسوى رجعها البيت انا ما يسواش 100,000. طبعا عندها اولاد وبتحبهم وهي محترمة، ما تقدرش تتبهدل ما كده، بيلعبوا على الوطن ده. ربنا يعينك على الموقف اللي انت حطيتي نفسك فيه. يعني حطيت نفسي طبعا في موقف صعب جدا، وانا بتكلم بس من قبيل ان اي اخت تسمعني او اي ست تسمعني، لو على حق يعني على ربيتها حابب للمشنقة، والله يعني ما تستلفش لاي سبب، واذا تستلف يكون بسماحة نية من الشخص ده، اذا كان هيسلفها الوجه الله تعالى كقرض حسن، تبيع نفسها بالمنظر ده عشان مكسوفة تقول لحد ان انا مديونة، او مش قادرة اظهر في وسط المجتمع ان انا مديونة، يعني عشان المفروض ان انا يعني شخصية محترمة وكده. ولازلت شخصية محترمة والله، حاسه ده ما يقللش من شأنك. لا هو ايا يعني كان الموقف غلط ده ملهوش علاقة بيه طبعا. لا صورتي طبعا نتيجة الحكم بقت سيئة جدا، وسط زميلاتي اللي هم كانوا بيبصولي، بس المجتمع برضو مازال صعب جدا ونظرته قاصرة الحكم. يعني بقول لهم يا جماعة هو ده حكمي، لا سمح الله في قضية اخلاق ولا في قضية لا سمح الله. سؤال انا مستغربك معلش قوي، هو انت فارق معاك الناس تبصلك ازاي، ولا فارق معاك عيالك اللي بتربوا بعاد عنك؟ معلش بس برضو نظر زمايل دول، لان انا عشت في وسطيهم وكان الكل بيبصلي يعني ان انا حاجة كويسة جدا، فجأة يبصولي بصة دولية. متخيلين الحكم ده ايه؟ يعني انتوا عارفين اساسا ابعاد الموقف. الحكم ده لو كان قضية مثلا اخلاق ولا فيها حاجات من اللي هي سيئة دي لا سمح الله، يبقى معلش بصولي البصة دي، لكن يعني ما اعرفش. واولا واخيرا انا بعتبر نفسي مظلومة في الوضع ده. هو حضرتك قلت بنتك عندها 29 سنة وفي الجامعة؟ 29. انا بقول حضرتك في مواليد 29 دي، لسه ما كملتش 19. معلش انا لخبطت. ماشي يا فندم، انا بشكرك جدا على تليفونك وربنا يعينك. شكرا.
انا مشكره وعدها وهتعدي الموقف ده. معلش اللهم امين يا رب. ربنا يستر. بشكرك دعواتكم معايا بقى بالستر. نورتيني. بشكرك جدا. شكرا. بشكرك.